لمناقشة المصطلحات القانونية. معنا في الاستوديو الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ فضل. يعني أنتم كشبكة سورية لحقوق الإنسان قمتم وما زلتم بعملية توثيق للانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري على اختلاف أنواعها، سواء كانت عمليات اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري أو حتى عمليات القتل والاعتداء على المظاهرات السلمية، وصولا إلى أو الكثير من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل النظام وحتى ارتكبت من المعارضة أو من تنظيم داعش. اليوم بالحديث عن قضية المعتقلين وقضية الاختفاء القسري، إلى أي مدى عملية التوثيق هي عملية مجدية من وجهة نظر قانونية؟ التوثيق هو الأستاذ أسامة هو النقطة الأساسية الأولى لانطلاق في أي عملية قانونية وفي الانطلاق في أي محاكمة. نعم. ولكن قبل ذلك التوثيق هو أداة أساسية للتحرك العاجل. لماذا؟ وهذا هو الأهم، لما يسمى بالتحرك العاجل بحقوق الإنسان. هذا هو مبدأ حقوق الإنسان، أنت توثق حالة وبشكل وبمعايير عالية حتى لا يتم الطعن بها ولا التشكيك بها. ولهذا دائما نحن نؤكد على عدم المبالغات أو عدم، يعني لأنه هذا يضر الملف ويضر القضية. بعد أن يتم هذا التوثيق وتخرج بهذه يعني بعملية صلبة، مادة صلبة، تقوم بنشر هذه المادة وإرسالها إلى الدول وإرسالها إلى جهات مختلفة لردع ما يجري من انتهاكات. هذا هو الهدف الأساسي من التوثيق قبل الجانب القانوني. الجانب القانوني أستاذ أسامة وأستاذ سعاد هو يمتد إلى سنوات. نحن لا نريد أن ننتظر 10 سنوات قضايا حتى يتم إيقاف التعذيب، هذا يجب أن يكون إيقاف فوري. والتوثيق هو الأداة الأولى والأساسية التي عن طريقها يتم هذا الفعل. ولهذا المنظمات الحقوقية هي دورها التحرك العاجل، هذا الدور الأساسي لحقوق الإنسان وهي طيب النقطة الأساسية. اليوم مع انكشاف هذه الأسماء، أسماء وأرقام من استشهدوا تحت التعذيب في سجون النظام، أنتم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أي مدى وجدتم تطابقا بين المعلومات التي كانت لديكم وبين الأسماء التي يعني تم نشرها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا هناك قوائم أخرى؟ أنا أعتقد أنه أستاذ أسامة أنه هذا هو الموضوع الأساسي من هذا المحور اللي يعني أتيح، وهذا اللي الناس حابة تسمعه. نعم. أنه قضية المعتقلين تم الحديث عنها عبر سنوات، وأيضا نعم. التعذيب وأيضا الاختفاء القسري، لكن الجديد هلأ حاليا اللي صار أنه النظام تفتق بعقلية شيطانية عن طريقة معينة لكشف مصير مختفين قسريا، وصار في خلط لو سمحتي لي بين اللي مصير كشف بسبب التعذيب عبر سنوات وبين مختفين قسريا. لو سمحت لي سأقاطع يعني في هذا المحور تماما، يعني سنرحب بضيفنا انضم إلينا الآن الأستاذ المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية من برلين. أستاذ، هل يمكن أن نتحدث عن الفروقات في المصطلحات القانونية؟ إلى أي درجة تصنع فرقا في الإدانة؟ يعني إذا سميناها إخفاء، قتل، تعذيب، ما الذي يختلف في التصنيفات أو في المصطلحات القانونية؟ تحياتي أولا لك والمستمعين الكرام. هناك تفريق بالمصطلحات القانونية بين المعتقل والمختفي القسري، والتعذيب هو جريمة والإخفاء القسري هي جريمة تختلف. المعتقل هو الإنسان والموقوف، بين المعتقل والموقوف والمختفي قسريا. نعم. المعتقل هو الإنسان الذي تم توقيفه إن كان بمذكرة قضائية أو بغير مذكرة قضائية بسبب نشاطه السلمي أو معتقداته أو تعبيره عن رأيه. إذا كان بغير مذكرة قضائية ولم يسمح بالاتصال بعائلته أو المحامين أو إرساله إلى جهات قضائية فيسمى مختفي قسريا، أي تم إخفائه بدون أي دليل أو بدون أي داع قانوني.
والمعتقل كذلك هو يسمى يدعى من تم اعتقاله لدى أجهزة أمن أو أجهزة غير قضائية، حتى لو سمح له بالتواصل مع عائلته إذا تم أو المحامين أو غيرهم إذا تم إيقافه لدى الجهات الأمنية لفترة تفوق المدة المحددة قانونا فيسمى معتقل. وبالتالي هناك فرق بالتعابير بين الإخفاء القسري والاعتقاء، والتعذيب هي مجرد توصيف للجرائم التي تمارس على المعتقل بذاته. المعتقل قد يكون خاضع لجريمة الاعتقال القسري، الإخفاء القسري، أو يكون قد خاضع لجريمة التعذيب. طيب أستاذ أنور باعتبارك هناك أستاذ أنور باعتبارك يعني معتقلا سابقا ويعني صاحب نشاط كبير في قضية ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب السوري، وكان لديكم نشاط ملحوظ في الفترة الماضية من رفع لدعاوى أمام محاكم في عدة دول أوروبية. برأيك أو إذا أردنا أن نشرح للمشاهد السوري ولذوي الشهداء من المعتقلين تحت التعذيب، لماذا لم تصل ملفات جرائم نظام الأسد في السجون إلى منظومة العدالة الدولية حتى الآن؟ هناك للأسف منظومة العدالة الدولية المصممة عبر القوانين الدولية هي منظومة سياسية للأسف. محكمة الجنايات الدولية هي محكمة سياسية تتحرك بقرار سياسي، وحتى الملفات التي تطرح أمامها إذا طرحت يمكن إيقافها أو عرقلتها بقرار سياسي صادر عن مجلس الأمن. وبالتالي هذه الآلية كما هي آليات حقوق الإنسان هي بالمحصلة مشكلة وتأخذ قرارها من الدول التي قد تتضرر من قرارها، كما هو مجلس حقوق الإنسان المشكل من دول تنتهك حقوق الإنسان، أو حتى مجلس الأمن الذي يحفظ السلم الأهلي هو مشكل أو بعض أعضائه من الدول التي تهدد السلم الأهلي كروسيا والصين وغيرهم. وبالتالي هي خاضعة للمنظومة العلاقات السياسية للأسف. وبالتالي نظام محكمة الجنايات الدولية هو نظام معقد، نظام أولا لا يسمح بفتح دعاوي إلا للدول التي وقعت والتزمت باتفاقية روما أو اتفاقية إنشاء محكمة الجنايات الدولية، أو بسبب إذا قرر مجلس الأمن إحالة ملف قضية معينة أو جرائم معينة ببلد معين إلى مجلس الأمن كما حصل في ليبيا وكما حصل في السودان. وبالتالي هو تحقيق العدالة هو قرار سياسي يأتي من الدول المشكلة لمجلس الأمن. يعني في هذه الحالة لهذا السبب فإن لو سمحت لي يعني في هذه الحالة كأنك تقول أن الحالة مستحيلة والتصعيد صعب والوصول إلى محاكم دولية صعب، إذن هل هذا عبث؟ كيف يمكن الوصول إلى تصعيد قانوني وحقوقي في هذا الملف إذا كانت البنية معقدة؟ فكيف نصل إلى محاكمة، إلى مساءلة، إلى إيقاف الجرائم؟ كيف يمكن إحالة ملف المعتقلين ومن بقي في السجون لنجاتهم أو للسؤال عنهم على الأقل؟ تماما، هذا ما قمنا به. نحن نعرف منذ البداية أن باب محكمة الجنايات الدولية هو باب مغلق حتما ونهائيا أمام الملف السوري بسبب الموقف الروسي والصيني، ونعرف بأن قرار لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة في سوريا هو سيكون كذلك خاضع لقرار مجلس الأمن وهو مستحيل بسبب موقف الفيتو الروسي أو الصيني. لذلك لجأنا إلى بدائل، هناك بدائل قضائية مستقلة، هناك دول منها ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج لديهم في قوانينهم مواد تبيح أو تسمح للمدعي العام في هذه الدول أن يقوم بمقام محكمة الجنايات الدولية، أي ينظر بين ملفات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حتى لو ارتكبت على أراضي غير أراضي ومجرمين أو ضحايا لا ينتموا إلى جنسية هذه الدولة. نحن استغلينا هذه المواد في القوانين المذكورة وبنينا ملفات في ألمانيا، بنينا 4 ملفات تم تقديمها للمدعي العام والحمد لله صدرت، تم قبولها جميعا وابتدأ التحقيق فيها وصدرت مذكرات توقيف، حقيقة عدة مذكرات توقيف لعل أهمها أو ما سرب منها هي مذكرة توقيف جميل الحسن رئيس فرع المخابرات الجوية، وهناك مذكرات أخرى صدرت. طيب. والملفات تدعي على 24 متهم
بما فيهم رئيس مكتب الأمن القومي وبشار الأسد نفسه كمرتكبي جرائم، وبالتالي نأمل أن يتم صدور قرارات توقيف مذكرات توقيف تباعا. وبالتالي وكذلك قدمنا بملف أمام المدعي العام في النمسا، ونعمل على تقديم ملفات في السويد طيب والنرويج. أستاذ أنور، هناك دعوة أساسا مرفوعة في فرنسا. أستاذ أنور، لو سمحت لي يعني بدي أسألك سؤال مزدوج حقيقة. الشق الأول منه فيما يتعلق بمن تبقوا في على قيد أو ما زالوا على قيد الحياة في المسالخ البشرية التابعة لنظام الأسد، ما الذي يمكن أن نفعله؟ وبالنسبة لأهالي المعتقلين، هل عليهم أن يفقدوا الأمل بخصوص قضية العدالة، أم أننا سنشهد يوما يخشى فيه ضباط بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني أيضا المسؤولين عن تعذيب ومقتل أبناء سوريا من السفر إلى الدول بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم؟ أولا، نحن لن ننتظر يوما لنشهد هذا اليوم. نحن بدأنا نشهده وشهدنا بدايته حقيقة. وبدأت مذكرات توقيف، وسيلاحق هؤلاء المجرمين أينما ذهبوا، إلا إذا اختبأوا في أحد المجارير في موسكو أو طهران أو في مكان نائم أو في أحد الحفر العميقة في الأرض. بالنسبة للشق الأول من سؤالك، في الحقيقة استمرار مسألة الاعتقال وقتل المعتقلين تحت التعذيب استمرت بسبب كان إحساس المجرمين بالإفلات من العقاب. الآن لم يعد هذا الزمن متاحا، الآن بدأ العقاب يلوح في الأفق واقترب جدا إن لم يكن قد بدأ، وبالتالي هذا يمكن أن نرسل إشارة لوقف هؤلاء. ثانيا، بالنسبة لقضية المعتقلين، أعتقد أول من خان قضية المعتقلين هي المعارضة السورية. نعم، المعارضة التي استمرأت أن تذهب إلى طاولات المفاوضات وتجلس في الفنادق وتعتبر نفسها أصبحت مسؤولة بأن أحدا ما يستقبلها أو يبتسم في وجهها، وتناست ونسيت قضية المعتقلين. كان من المفترض أن لا يبدأ أي معارض سوري بحديث عن أي تسوية في سوريا قبل أن يكون مصير المعتقلين هو أول بند، وأن يتم إطلاق سراحهم كبادرة حسنية أو كبادرة لمفاوضات جدية. طيب أستاذ، وطالما هم لم يبدأوا بهذا المسألة وتنازلوا، لذلك كان مسألة المعتقلين وقتلهم والتباهي بقتلهم وإشهار طيب أستاذ أنور القتل أمام العلن. أستاذ أنور، أرجو أن تبقى معي، سنتابع أيضا في نفس السياق، وأيضا الأستاذ فضل عبد الغني سأعود لك لأنه في الكثير من الأسئلة حقيقة حول قضية التوثيق ومعاييره. لكن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذه القصة، قصة عبد الكريم بركات، رب أسرة كان همه الوحيد تأمين قوت عائلته، ولكن بعد اعتقاله عند أحد حواجز النظام في ريف حلب اكتشف أنه متهم بالإرهاب وقائمة اتهامات طويلة. تعرض لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبها. عبد الكريم بركات من محافظة حلب، ريف حلب الغربي، بلدة ورم الكبرى، أب لسبعة أطفال، بشتغل في مجال الدين والوخ. بأحد المرات وأنا رجعان من شغلي يعني بوقت تقريبا يعني بعد العصر، كان في حاجز بأول قرية وقفوني، مع أنه كل يوم مرة على الحاجز يعني وقفوني أنه وين كنت أنت، من لهم بالشغل لبس غراض شغل أنا، ومباشرة طمشوني كلبجوني، حكمان قال لهم جيبوا لي سيارة من حلب، يعني بعثوا لنا سيارة من حلب مدة تقريبا ربع ساعة، من 12 دقيقة لربع ساعة كانت السيارة موجودة، حطوني بالباكاج وأخذوني لجهة مجهولة أنا ما بعرف وين أنا، مع أني ما بريد أتذكر يعني ما بريد أتذكر، لكن وصلنا لمكان مجهول أنا مطمش ما بعرف أنا وين، يعني حتى ما بعرف أي محافظ يعني. نزلنا، نزلوني من الباكاج، حطوني، قالوا لي، قالوا في عساكر، قالوا لهم إنه جبنا لكم واحد من الإرهابيين خذوا تسلوا فيه. شلحوني، قال شلح ثيابك، شلحت ثيابي طبعا شلحوني عار يعني. بعدين قال لهذا الشخص اللي بارك ورا الطاولة، قال خذوه على غرفته المنفردة،
لبكره من حقق معه. طبعا انا هون عند اللي اخذوني على غرفه منفرده، يعني تقريبا يعني متر وربع بمترين الا ربع، يعني مساحته ما كبيره كثير. كان في شخص موجود جوا، حطوني جوا مثل ما انا يعني عاري. الشخص اللي جوا يعني حالته يرسلها. انا هون يعني صرت اتعذب، يعني انه انا ايش عامل، وين انا، بدي اعرف ايش بده يصير معي، ايش السبب اللي جابوني فيه. صرت اسمع صوت عياط، بكي، ضرب، قتل. المكان اللي انا فيه ريحته كثير بشعه، يعني في بتحس انه في ريحه الموت، العذاب، ضرب بالسيليكون، شبح، استخدام كافة أنواع العذاب حتى أعترف. طبعاً قاومت كتير حتى يوصلوا لمرحلة أنه هن يتعبوا، يوصلوا لمرحلة أنه يتعبوا من العذاب اللي يعذبوني. يقول له خذوا، طبعاً يشيلوني شيل على المنفردة، يعني أنه هون أنا ما بغى. حتى أحياناً يغمى علي، يشيلوني شيل، يحطوني بالمنفردة أنه لغير وقت أنه بيستكملوا التحقيق. يعني حتى صار في أعداد شهداء هائلة جوات السجن، وين وقت اللي يموتوا يتركوهم يوم أو يومين أو ممكن ثلاثة، بعدين وين ياخدوهم ما نحن ما بنعرف. أبناء الشعب السوري على اختلاف مدنهم وعلى اختلاف طوائفهم يتعرضون إلى نفس التعذيب وإلى نفس الممارسات، ولو سألتم أي معتقل سابق سيحدثكم عن نفس القصة، ربما تفاصيل صغيرة تختلف بين معتقل وآخر، إلا أنها الوحشية نفسها تجاه كل من خالف بشار الأسد. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الأستاذ إبراهيم العلبي، مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. لكن أيضا معنا في الاستوديو الأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية حقوق الإنسان، وأيضا عبر الأقمار الصناعية من برلين الأستاذ أنور البني. نعود للنقاش مع الأستاذ فضل عن عملية التوثيق. سعاد، يعني نتحدث عن آليات التوثيق التي تتبعونها في الشبكة، كيف عرفتم منذ بدايات الثورة وانطلاق الاحتجاجات أنكم تقومون بعمل توثيقي ربما يضع أسس جديدة للعمل التوثيقي في سوريا في حالة حقوق الإنسان؟ يعني في الحقيقة عندما بدأنا لم نكن نعلم أن سيكون هناك هذا الكم الهائل من الانتهاكات، كان أغلب العمل تطوعي، ثم تم أسست العمل وتم الالتزام ب المعايير بشكل تدريجي، وحتى تصل إلى معايير عالية يجب أن تحقق بشكل أساسي في عملية التوثيق عملية المصداقية العالية. الآن على سبيل المثال في موضوع المختفين قسريا، نحن نتلقى دائما، نراسل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، ولدينا دائما رسائل من الأمم المتحدة بإثبات حالات المختفين قسريا في سجلات الأمم المتحدة، وهذا أنا من وجهة نظري هو إنجاز مهم، صحيح أنه بسيط، لكننا ثبتنا عدد كبير من الحالات لدى الأمم المتحدة بأن هذه الحالات هي مختفية لدى النظام السوري. في كال هذا الذي تمكننا من جمع كافة بياناته، نقوم بإرسال هذه الحالات إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري. لكن نحن تقريبا تمكننا دون 1000 حالة من هذا العمل، بسبب يعني على سبيل المثال ضعف التواصل مع الأهالي وإيصال المعلومات. أما المعلومات المتفاوتة حتى تقدر أن تبني سجل كامل لحالة، يجب أن تحصل على عدد من المعلومات الأساسية. لكن نحن هناك داتا قمنا ببنائها عبر 7 أو 8 سنوات لكل المحافظات السورية، لأن هناك في فريق مختص بالبحث عن حالات الاعتقال ومن أفرج عنه ومن اختفي قسريا. بعد ذلك نقوم بأرشفة هذه البيانات عبر
برنامج ماي اس كيو ال وفرزها حسب كل محافظة وكل منطقة وكل مدينة، ونقوم بتحديث هذه قاعدة البيانات، وبالتالي نحن عندما نصدر أمر هو بناء على قاعدة بيانات، بناء على أرقام. أما التقديرات فهي أكيد أعلى من ذلك بكثير، ولهذا نحن دائما كنا نخوض حرب مع عملية شلف الأرقام، لأنه هذا بضر الموضوع، وهذا اللي حصل بقضية النفوس وممكن نتطرق لها. طيب بعد قليل أستاذ فضل، انضم إلينا توًا الأستاذ مازن درويش من باريس، مدير المركز السوري لحرية التعبير. مرحبا بك أستاذ مازن. كنا نتحدث عن عملية التوثيق مع الأستاذ فضل عبد الغني، وحقيقة أود سؤالك، يعني كيف يمكن توثيق في بلاد يعني ووضع أمني حول السجون والبلاد إلى حال أشبه بستار حديدي كاتم، والعمل في الداخل محفوف بالموت والاعتقال، وأيضا في الخارج تنقصك الوسيلة الناجعة التي تستطيع فيها أن تدافع عن مصداقية معلومتك؟ مساء الخير لك ولضيوفك جميعا. حقيقة بموضوع التوثيق بشروط الحرب بشكل عام والشرط السوري بشكل خاص جدا مسألة إشكالية اللي قامت فيه المنظمات السورية عمل فعلا جبار وعمل عظيم. نعم. على الرغم من أنه يعني الشرط صعب جدا، احنا عم نتعامل مع نظام يحترف مهاجمة رسل الحقيقة وناشطين حقوق الإنسان، فهو من الأساس عنده معرفة بأهمية هذا الدور اللي بيلعبوه سواء نشطاء حقوق الإنسان أو الصحفيين، فكانوا التارجت الأساسي له من اليوم الأول. عندنا بيئة فعلا معقدة جدا تخضع لسلطات أمر واقع متنوعة، عندنا يعني منظومة بوليسية، منظومة أمنية شديدة الخطورة لا ترحم، وأيضا للأسف راكمت خبرات أكثر من 50 سنة من ملاحقة واعتقال واستهداف النشطاء. بهذه الظروف كلياتها بإمكانيات أيضا محدودة استطاعت منظمات التوثيق أنه تشكل الحد الأدنى من الأدلة، المعلومات، الأسماء، الأرقام اللي تثبت وجود هذه الجرائم. لا شك كلياتنا بنعرف أنه ما يرتكب في سوريا بشكل يومي هو أكبر بكثير ربما مما يتم توثيقه. عملية التوثيق تعتمد على أحيانا على التواصل، أحيانا على وجود الموثقين والنشطاء وجامعي المعلومات في مكان الحدث، أحيانا تعتمد على التواصل مع العائلة، وأيضا في الشرط السوري الترحال، التهجير القسري. لو سمحت لي أريد أن أتابع في نفس الموضوع مع الأستاذ إبراهيم العلبي الذي انضم إلينا، مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني من لندن. سؤال قصير ومباشر، إلى أين يمكن الذهاب بكل هذه الوثائق والتقارير؟ ماذا يمكن العمل بكل ما تم عمله خلال 7 سنوات من بدء الثورة؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام، وشكرا لكم يعني على التحدث على في هذا الموضوع المهم. طبعا التقارير الموجودة منذ 2011 وقبلها بعشرات السنين ما حدث في صيدنايا وتدمر، يجب علينا كمنظمات حقوقية أن نكون مبدعين في المحافل التي نستطيع جلب هذه التقارير إليها. كما تفضل الأستاذ أنور، المحاكم الآن الدولية معطلة بسبب غياب القرار السياسي، ولكن هذا قد يتغير. يعني رأينا كثير من النزاعات في يوغوسلافيا مثالا أن الرغبة السياسية في ملاحقة المجرمين تتغير حسب الظرف السياسي، ولو لم تكن هناك موافقة مثلا من أعلى سلطة في ألمانيا على ملاحقة جميل حسن لما تم هذا الأمر بالشكل الذي تم به. ولكن يجب علينا نحن استغلال هذه التقارير الحقوقية بطريقة مبدعة للضغط على الساسة من أجل يعني كما تحدث الأستاذ فضل، من أجل الأمر الآني اللي هو يعني مثلا التحدث أن هناك معتقلين ما زالوا في سجون الأسد، ومن أجل الأمر اللاحق يعني في السنوات القادمة لمعاقبة وملاحقة هؤلاء المجرمين.
المجرمين. ولكن يعني يجب علينا أن لا نعتمد فقط على هذه المحاكم، هناك أيضا مثلا شركات متورطة في هذه الجرائم، في جرائم التعذيب. هذه الشركات لها مقرات ولها علاقات ولها زبائن ولها شركاء في دول تستطيع هذه المنظمات الوصول إليها. يجب علينا فتح هذا الباب، يجب علينا ربط الأمور ببعضها، مثلا كما تحدث الأستاذ فضل في داخل أروقة الأمم المتحدة التي تحاول الآن إعادة شرعنة هذا النظام، استخدام ملفات المعتقلين والتعذيب التي هي يعني كما تعلمون التعذيب مجرم على الجميع، سواء كان معتقل، كان مقاتلا، أم كان متظاهرا، أم كان حسب ما تدعي حكومة معينة أنه إرهابي، فالتعذيب مجرم على الجميع. فممكن استخدام هذه الملفات التي لا يجب أن يكون هناك نقاش فيها، مثلا لمكافحة ملف إعادة الإعمار. طيب. والذي يسوق حاليا أن إعادة الإعمار يجب أن تتم مع النظام السوري. فيجب علينا دائما أن نرى إلى يعني خطوات متقدمة في هذا المجال. أستاذ إبراهيم وضيوفنا الكرام الأستاذ أنور والأستاذ مازن والأستاذ فضل، ابقوا معنا لنتابع فقط هذه القصة، حيث كشف النظام السوري عن مصير بعض المعتقلين في سجونه من خلال قوائم نشرها في دوائر النفوس، ومعظم هذه الأسماء هم من الذين تم اعتقالهم بين 2011 و2014، ولم يكن بمقدور أحد من الأهالي معرفة مصير أبنائهم قبل أن يقرر النظام محاولة إغلاق ملف المعتقلين والمتوفين تحت التعذيب بالإعلان عن بعض الأسماء والزعم بأنهم جميعا ماتوا بسبب سكتة قلبية ولم يقضوا تحت التعذيب. لا كفن أبيض ولا جنازة ولا حتى قراءة فاتحة على القبر. السوريون اليوم لا يكفنون أولادهم لأن أبناءهم لا يحملون جسدا وإنما بقايا إنسان. تفنن نظام الأسد في تشويه الآلاف من السوريين وتعذيبهم، واستمتع بقتلهم الواحد تلو الآخر، وهو اليوم يضحك من العالم ويسخر من الإنسانية. نظام الأسد الذي يعترف به العالم اليوم والقوى العظمى لا يتردد في إخبار السوريين بمقتل أولادهم في معتقلاته تعذيبا وتنكيلا، وأما السوريون فيعيشون اليوم بقايا حياة وينتظرون أخبار أولادهم، فتصلهم ورقة أو صوت عبر الهاتف، يغلقون عيونهم ليهربوا من تخيل بقايا الإنسان الذي عرفوا للتو بموته. وأما ما هو أقسى من معرفتهم أن ابنهم مات تحت التعذيب في معتقلات الأسد، فهو اضطرارهم لتمثيل التصديق أنه مات بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ما يزال السوريون يتذكرون صور قيصر صاحب 55,000 صورة لضحايا تحت التعذيب في أقبية النظام ومخابراته، تلك الصور التي حملت بدل الأسماء أرقاماً، والتي لا يحيط برعبها نظر إنسان عادي. هي لعنة الصورة إذن لتحل صور قيصر الدامية مكان صور الأبناء في الذاكرة. تتطاير الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي، يعرفون جميعا أن الأرقام ليست دقيقة، لا يمكن توثيقها بعد. يقولون إن 1000 سوري من داريا قضوا تحت التعذيب، وإن 1000 أم منكوبة اليوم. فتخرج أرقام حماة وحمص وريف دمشق وتتناوب المدن في الحزن والقهر، كم ولدا وكم أما وكم أختا اليوم يهربون من صور فقيدهم. لا أرقام دقيقة، ولكن ما نعرفه أن من جاءه الاتصال القاتل سيتوقف عن الانتظار. قوائم مكتوبة بخط اليد، أسماء شباب قضوا تحت التعذيب. أين البقية إذن؟ وأين يجب أن يفتش الأهل عن اسم ابنهم الذي فرحوا أنه ليس ضمن قائمة الموت؟ هي لعنة السكتة القلبية، وربما هو إعلام السكتة القلبية
قرر أن هذا هو السبب الأكثر سهولة. ولا يزال السؤال يلاحق السوريين: هي لعنة السكتة القلبية ستقضي على كل الغائبين في معتقلات الأسد، والذي يزيد عددهم عن 215,000 بحسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وإن كان ما لا يقل عن 13,000 معتقل قضوا تحت التعذيب بحسب الشبكة أيضا، فأين هي بقايا أجسادهم؟ أم أننا سندفن بقايا روحنا مع بقايا صورهم وذكراهم؟ المأتم مفتوح في سوريا على ضحايا التعذيب. هل من سوري سينسى أن الأسد قرر إغلاق ملف معتقلي سوريا أمام العالم وكاميراته؟ وهل سنتخلص نحن الأحياء من الإحساس بالذنب في كل لحظة لأننا ما نزال على قيد الحياة؟ مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين وضيوفنا الكرام. نعود للنقاش حول قضية قوائم الموت التي انتشرت مؤخرا. نتابع مع الأستاذ فضل، يعني ماذا يمكن أن نضيف على ما ورد في التقرير عن قوائم الموت من مستجدات أو ملاحظات أنتم تقومون بها كشبكة حقوقية؟ في عدة نقاط أساسية، وأنا بعتقد مثل ما أشرت أنه هذا هو الموضوع الأساسي اللي أثار قضية المعتقلين، لأنه قضايا التعذيب هي أيضا أمور أساسية لكن تم التطرق لها. هلأ شو الجديد؟ الجديد أنه في مئات آلاف المختفين قسريا، نحن عندنا 82,000 اسم بالداتا، وهذا مختفي قسريا لدى النظام. الآن عم نتحدث لأن النظام هو البلدة، بدأ النظام يكشف عن مصير هؤلاء من المختفين قسريا. يعني الناس صار في خلط وبلبلة، لأنه تم البعض قام بنشر يعني لناس متوفين قوائم أو داتا لأشخاص توفوا سابقا بسبب التعذيب. نحن هذا أمر تمييز أساسي، في مختفين قسريا وفي ناس ماتت بسبب التعذيب، هاي أهالية بيعرفوا مصيرها سابقا من آذار 2011 للآن. في تقريبا 13,600 حالة نظام قتلهم بسبب التعذيب. إذا رجعت أنا الآن نشرت هدول مصير ناس، ده تفكر أنه هلأ النظام أطلق أو كشف مصير 13,600 حالة. لا، هو ما هذا، وصار كل بلدة أو ناشط من بلدة يقول أو مدينة يقول هون وصلتنا قائمة بألف، هون من 500، وهذا التكتيك من نظام مقصود. ما المقصود؟ حالة الهلع ضمن المجتمع والزعر والتخبط، بده يضيع الموضوع. الآن أنا أتكلمت مع عدد كبير من الصحف، كبرى الصحف العالمية، ما فهمان الموضوع والقصة شو عم يصير. فشلف الأرقام هذا عم يساهم بمزيد من حالة الهلع لدى الناس أولا ولدى الصحف، ما خلط بالملف. يعني في مختفين قسريا النظام بقوائم النفوس كشف عن مصيرهم. هؤلاء هدول كيف انتقلوا من مختفين قسريا صاروا متوفين؟ كيف توفوا؟ ماتوا بسبب التعذيب هدول، فانتقلوا من هون لهون. هذا لازم يكون الأمر واضح لدى الناس. ونحن الحالات هاي بتتسجل حالة حالة، بينات هدول 9 أطفال. أستاذ أسامة، في جهة دولية اهتمت بموضوع الأطفال، قلنا له نحن 9 أطفال، زودنا بيانات 9 أطفال. هلأ نحن بنقول عندنا تقريبا 600 حالة، بنزود 600 حالة جديدة. قاطعنا الملفات مع الملفات اللي عندنا نحن، شو نعم. قمنا طلعت هاي الأسماء، جبنا الأسماء اللي طلعت اسم اسم، بدك تتعامل مع حالة حالة. ما في شيء تقديري 4,000 وهذا بيقول 3، يعني مو بازار الشغلة. طيب يعني خليني بس دقيقة نعم. واحدة لازم هون نقطة مهمة. نحن مسجلين أغلب هؤلاء 90% مسجلين بقوائمنا تلقائيا كمختفين قسريا، فعرفنا أنه هدول هن مختفين عند النظام وعرفنا أنه مصيرهم. الآن عندما أتم الإعلان عنه تأكدنا، لأن هذول ناس موجودين في قسم عندنا حوالي 20-30% ما مسجل، لأنه مثل صعوبة التوثيق بسوريا أكيد في نسبة ما بتحسن تسجلها. فنقلناهم الآن إلى متوفين بسبب التعذيب، وطلعت حصيلة التعذيب الشهر الماضي هي أعلى من سنوات سابقة بكثير هذا الشهر الماضي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليش النظام عم يكشف هلأ؟
هذا سؤال بدي أرجع جوهري. بدي أرجع لماذا النظام يكشف هذه القوائم في هذا التوقيت وتحديدا معك أستاذ فضل، لكن قبل بدي أسأل الأستاذ أنور البني في برلين. أستاذ أنور، كيف يمكن أن نستفيد من هذه القوائم أو من قضية تسليم النظام لقوائم معتقلين استشهدوا تحت التعذيب في قضية مساءلة ومحاسبة وملاحقة ضباط ومسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة لبشار الأسد؟ طبعا هي وثائق إدانة، هي هذه، هو النظام يدين نفسه بوثائق رسمية بأن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين عنده منذ أعوام طويلة وأنه قد ماتوا لديه في معتقلاته. هذه مهما كانت طريقة الموت، مهما ادعى بأنها طريقة طبيعية أو جلطة أو مهما كانت طريقة الموت، فهي مسؤولية جنائية على النظام. يعني هناك قيمة قانونية مهمة هناك قيمة طبعًا قانونية مهمة طبعاً طبعا إنها وثيقة إدانة بأن هؤلاء كانوا معتقلين عنده لفترات طويلة وأنهم قد ماتوا في معتقلاته، وأنه أخفى جثثهم ولم يسلمها لأهلهم، وأخفى مسألة موتهم فترات طويلة. البعض توفي في عام 2012 والآن يسلم بيانات الوفاة إلى النفوس، البعض 2013 2014 2015، وبالتالي هو يقدم وثيقة إدانة على نفسه جنائية تثبت عليه المسؤولية. وبالتالي مسألة التوثيق ومسألة أعداد المفقودين، يعني شبكة السورية لحقوق الإنسان هي شبكة مهنية على مستوى عالي من المصداقية، وهي تقدم الأسماء التي تم توثيقها. هذه وتكلم الأستاذ فضل، هذه هي جزء من الحقيقة، لأنه غالبا كثيرون من الأهالي لا يبلغون خوفا عن فقدان أبنائهم أو اعتقالهم أو حتى وفاتهم عندما يبلغون بوفاتهم بالاعتقال، وكثير من الأهالي لا يعرفون كيف يوصلون المعلومة للموثقين أو للجهات التي توثق، وبالتالي هناك دائما فارق كبير بين العمليات التي توثق حسب الستاندر أو المعيار العالمي في التوثيق، وبين واقع الجرائم وأرقام المعتقلات أو الضحايا للجرائم. طيب. وهذه يتم تقديرها من قبل مؤسسات أو ناشطين أخر يقومون بأخذ البيانات. نذهب للأستاذ مازن، نريد أن نسألك أستاذ مازن، بوجهة نظرك ما الهدف من نشر هذه القوائم في هذا التوقيت بالذات؟ أستاذ مازن، حقيقة بس قبل ما نحكي عن الهدف بس حابب شير، لأنه اليوم نحن عم نواجه قضيتين، قضية الأشخاص اللي ماتوا نتيجة أحكام محكمة الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب، وهدول أيضا عم بيتم إحالة شهادات وفاتهم أو تبليغ النفوس بواقعة وفاتهم، وأيضا الأشخاص اللي توفوا تحت التعذيب. إذن بس خلينا نميز، نحن في عنا بداية هذه القوائم اللي عم ترسل، في عنا نمطين، في عنا خطين يجب متابعتهم. الخط الأول بخص هدول الأشخاص اللي تم الحكم عليهم بأحكام الإعدام، وخصوصا يعني النسبة 90% وأكثر من محكمة الميدان العسكرية، اللي عم تقوم الشرطة العسكرية بإرسال التبليغات الوفيات إلى دوائر النفوس دون ذكر أسباب الوفاة. هذا نمط وخط يجب متابعته وملاحقته. الخط الثاني هو الأشخاص الذين يتم تصفيتهم داخل المعتقلات نتيجة للتعذيب، نتيجة لسوء الأوضاع الصحية، نتيجة لعدة عوامل داخل مراكز الاحتجاز. هدول أيضا عم بيتم توريد القوائم عن طريق مكتب الأمن القومي لدوائر النفوس. إذا نحن أمام هدول الحالتين، لماذا الآن النظام يعني يشعر بحالة طمأنينة من الناحية العسكرية بشكل أكبر، يشعر بأنه هو هناك توافق دولي سواء أمريكي روسي أو حتى من خلال الدول الإقليمية على إعادة تعويمه، على إعادة شرعنة هذا النظام، فالآن هو معني يعني ليس حل الملفات الحقوقية ولكن تعميتها، لكن شرعنة كل هذه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. بعض هذه الجرائم
ترتقي فعلا لمستوى الإبادة الجماعية. النظام يحاول قوننته، يحاول إعطاء صبغة شرعية، يحاول طي هذه الملفات. هل هذا يعني نهائياً أن النظام يسعى لكن إلى مثل ما أشار الزملاء والزميل أنوار، النظام من حيث يدري أو لا يدري هو أيضا يقدم أدلة. نعم، هل هذا يعني هذا أن هناك خطط لإنهاء ملف المعتقلين بشكل كامل؟ تماما، يسعى إلى إنهاء ملف المعتقلين. وهل هذا يمكن إيقافه بشكل من الأشكال؟ هذا ما يحاول القيام به. يعني مثل ما ذكرنا، هذا الموضوع من غير الممكن تزويره. كم الحقائق، كم الأدلة، كم الثبوتيات، أيضا هذه وثائق الوفاة هي بنفسها أدلة كما أشار الزميل أنوار. بالتالي من غير الممكن ولا من غير المقبول، يعني لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا ممكن، أن يتم فعلا تميع هذه القضية أو أن يتم التستر على الجرائم التي حصلت داخل سوريا. لكن النظام يحاول بالمعنى السياسي، لا نقول أن هذه المحاولات إلى أثر قانوني بالمحاكم الدولية أو بالمعنى إذا كان هناك في إمكانية أمام محكمة الجنايات الدولية، كما أشار أيضا زميلي إبراهيم، الظرف السياسي يتغير ليس ثابت بالمطلق. هذا الموضوع ليس له قيمة بمعنى القانوني، لكن محاولة التغطية هي تغطية سياسية، محاولة الوصول إلى صفر ملفات حقوقية قبل إنجاز عملية الانتقال كما هو الآن مطروح، مجرد تعديل على الدستور وانتخابات شكلانية تحت إشراف الأمم المتحدة. يحاول الوصول إلى صفر ملفات حقوقية قبل هذا الموعد، قبل هذا الاستحقاق، حتى لا يكون هناك أمامه أي شيء. نعم. إلا يعني الأمور التي هو اسمح لي أستاذ مازن أن أعود للأستاذ إبراهيم العلبي في لندن. أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث عن حلول إبداعية أو خطوات إبداعية لتسير بها المؤسسات الحقوقية. اليوم هناك في حالة من الإحباط على الصعيد السياسي لدى الشريحة، المجتمع السوري بشكل عام، ولدى ذوي المعتقلين بشكل خاص. اليوم هل ينتظر أهالي المعتقلين من المؤسسات الحقوقية الفاعلة في الشأن السوري والتي دافعت عن حقوق السوريين في يعني المؤتمرات الدولية، هل يمكن أن نشهد تحركا جديا جماعيا لهذه المنظمات حتى تشعر هذه العائلات أن هناك من يسعى لتحقيق العدالة من أجل أبنائهم وذويهم؟ طبعا أخي أسامة، المنظمات الحقوقية السورية تعمل ليلا نهارا على الأمور التي تفضلت بها، ولكن هي أيضا مصابة بإنهاك بتعب، لأن النظام السوري تعامل مع الملفات الحقوقية بطريقة جعلت الكثير من المنظمات الحقوقية تضطر إلى أن تتعامل مع ردات الفعل، فتارة تهجير، وتارة أسلحة كيميائية، وتارة معتقلين، ومن ثم براميل، ومن ثم استهداف مشافي طبية. ولكن مع ذلك المنظمات الحقوقية ما زالت تعمل في هذا الملف في محاولة إلى يعني إلى عدم السماح للمجتمع الدولي بإعادة تعويم هذا النظام. نعم هناك محاولات، ولكن لدينا خياران. الخيار الأول إما أن يعني نقف مكتوفي الأيدي وننسحب ونقول أن النظام انتصر أيضا في المعركة الحقوقية، وهي المعركة الوحيدة التي لا يمكن أن يخسرها أولئك الذين طالبوا بالحرية والكرامة، أو أن نحاول أن ندفع قدر الإمكان باتجاه المحاسبة والمساءلة، ويعني جعل الطريق صعب على أولئك الذين يحاولون إعادة شرعنة هذا النظام. الملفت للنظر أستاذ أسامة أن النظام السوري منذ بداية الحراك في 2011 يتعامل مع ملف القانون الدولي بجدية. يعني عندما كتبت له لجنة مراهقة التعذيب عن الانتهاكات الواقعة في سجونه، ومثلا التقارير التي ترسلها الأمم المتحدة، ومثلا التقارير التي ترسلها الدول، كان آخرها القانون رقم 10، الرسالة التي أرسلها
أرسلتها تركيا وألمانيا، الردود التي تأتي من النظام السوري ردود مفصلة قانونية متعوب عليها جدا من خبراء، يعني أنا متأكد أنهم أمضوا ساعات بل أيام لمحاولة تبرير ما يقومون به، وهذا إن دل على شيء دل أن هذه الجبهة، الجبهة الحقوقية، هي جبهة مهمة للنظام. وطالما أن النظام وهو أكبر مخترقي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مهتم بهذه الجبهة، فيجب علينا نحن كمنظمات حقوقية عدم اليأس والاستمرار في الدفع. عندما نرى النظام نرى أن النظام لا يهتم لهذه الأمور وليس لديه مندوب في الأمم المتحدة يتحدث بهذه الدبلوماسية والعالية واللغة القانونية عن بشار الجعفر يتحدث، فعندها يمكن مراجعة الاستراتيجيات والخيارات المطروحة. فيجب علينا الدفع قدر الإمكان في هذا المجال. لو سمحت لي نتابع مع الأستاذ أنور، ماذا تقدم هذه القوائم من دفع لقضية المعتقلين بوجهة نظرك؟ طبعا موضوع القوائم كما قلت هذه رأس جبل جليل، تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أو توثيق الشبكة تقول 13,000 حتى الآن تم توثيقهم بالاسم. في سيدنايا وحدها منظمة العفو الدولية تكلمت عن 15,000 ضحية تم إعدامهم وإخفاء جثثهم بطرق شتى. صور قيصر التي هربت آخر في منتصف تقريبا عام 2013 وهي فقط تختص بفروع الأمن بدمشق والمشافي العسكرية بدمشق توثق 11,000 قضوا تحت التعذيب منذ عام 2013 فقط، فما بالك 5 سنوات بعد ذلك. تقديراتنا المبنية على ليس التوثيق الاسمي وإنما على شهادات المعتقلين الذين نجوا من الموت في المعتقلات تقول بأن أكثر من 50-60,000 معتقل سوري قد قضوا في المعتقلات السورية في معتقلات النظام السوري. وبالتالي هذا رأس جبل جليد حقيقة من هول الجرائم التي جرت في سوريا، وهو من أهمها وعلى رأسها مسألة المعتقلين، لأن موضوع المعتقلين هو أسهل مسألة يقوم بها النظام، أسهل جريمة يقوم بها النظام، عزل المعتقلين ووضع مجرد كما تحدث التقرير لديكم عن وضع الجثث المعتقلين الذين توفوا أياما في المهاجع هو محاولة لزرع المرض والطاعون لدى، وهي وسيلة نحن نحاول أو لدينا شهادات على إثباتها هي تفوق أفران الغاز النازية، لأن الموت هنا يأتي بطيئا ومؤلما جدا. وبالتالي هذه جريمة نحن نحاول أن تتبع خيوطها بزرع الأمراض القاتلة في المهاجع المعتقلات لقتل المعتقلين بقصد قتلهم وليس فقط عدم تقديم العناية أو التعذيب. وبالتالي هذه جريمة منظمة وليست مسألة مات تحت التعذيب أو مات بسبب ظروف غير صحية، هي هولوكوست حقيقي. لدينا الآن عدة خيوط لإثباته وسنتابع هذا الموضوع. نشكرك رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، نشكرك شكرا جزيلا، كما نشكر أيضا مازن درويش مدير المركز السوري لحرية التعبير من باريس، ونشكر أيضا إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني من لندن، ونشكر أيضا ضيفنا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا هنا في اسطنبول. طبعا.